بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي إن شاء الله هتكلم على الكديجو 2021 Updates Guidelines about Focal Segmental Glomerulosclerosis. هبتدي الأول بالـ Focal Segmental Glomerulosclerosis Classification from the Clinical Point of View. الـ Focal Segmental Glomerulosclerosis دلوقتي بتتقسم إلى أربع حاجات. الحاجة الأولى وهي primary focal segmental glomerulosclerosis، ده عيان عنده unidentified podocyte toxic factor، يعني فاكتور بيعمل توكسيستي للبودوسايت وبيعمل افيسمنت للبودوسايت، مش معروفين قوي كلهم دلوقتي. العيان ده ايه يميزه كلينيكالي؟ يعني العيان يجي شكله ايه كلينيكالي عشان اقول العيان ده عنده primary focal segmental glomerulosclerosis. العيان ده غالبا بيبقى جاي بيه نفروتيك سندروم، يعني جاي بايه؟ جاي ببروتينوريا اكتر من 3.5، وجاي ب هايبو البومينيميا. يبقى عشان اقول برايمري الكرايتيريا الاتيه دي لازم تبقى موجوده في العيان، لازم العيان يبقى معاه نفروتيك سندروم، يعني معاه بروتين في اليورين اكتر من 3.5 جرام، ومعاه البومين في الدم اقل من 3 جرام. الإيديما مش مشروطة إنها تبقى موجودة، بس يكون معاه البروتينوريا والألبومينوريا، ومعاه طبعا في الإلكترون مايكروسكوبي ديفيوز فود بروسيسز إفيسمنت، يعني تقريبا أكثر من 50% من البودوسايتس فيها إفيسمنت. ده العيان ده اسمه برايمري فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروز، والعيان ده هياخد إميونو سبريشن، هيحتاج إميونو سبريشن. العيان الثاني وهو فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروز ولكن سكندري، العيان فيه سكندري كوز عامل فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروز، العيان ده ما بيجيش بنفروتيك سندروم غالبا. ما بيجيش بيه نفروتك سندروم، يعني هلاقي ده اللي يفرقه عن البرايمري، يعني هلاقي البروتين او الالبومين بتاعه مش ماشي مع النفروتك سندروم كرايتيريا. هنا عشان نقول نفروتك سندروم لازم يبقى البروتين اكتر من 3.5 في البول والالبومين اقل من 3. لو شرط من الشرطين دول مش موجود، واحد فيهم موجود والتاني لا، او الاثنين مش موجودين، بنقول العيان ده عنده ايه؟ العيان ده عنده ما عندوش ايه قصدي؟ ما عندوش نفروتك سندروم. وبالتالي العيان ده مش هيتعالج بايمينو سبريسيف لانه سكندري، والسكندري زي ما احنا قلنا بعالج الكوز او بعالج السبب. النوع الثالث هو الجينيتك اف اس جي اس، سوري يعني هيريديتري اف اس جي اس، اللي هيحتاج جينيتك تيستنج. طيب العيان ده الكرايتيريا بتاعته ايه او شكله ايه لما يجي؟ العيان ده اخد نفس الكرايتيريا بتاعت السكندري، يعني جاي من غير نفروتك سندروم، بس احنا عملنا له جيناتيك تيستينج ولقينا ان عنده جيناتيك كوز فور فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروز. طيب ايه ده؟ يعني كده انا محتاج اعمل جيناتيك تيستينج لكل المرضى اللي بيقولوا لي عندهم فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروز؟ الاجابه لا. السببين، السبب الاولاني ان الجيناتيك تيستينج مش متاح غالبا، ومتاح للحاجات الاكسبيرمنتال اكتر، ولكن الاحتمال اللي يخليني احاول وادور ان انا اعمل العيان جيناتيك تيستينج للاف اس جي اس هو ان العيان عنده هيستوري يزقني ناحيه الجيناتيك كوز، يعني عنده فاميلي هيستوري، كل الحاله كل العيله بيجي لها مثلا اندستيجنال ديزيز ومش معروف السبب، ده يخليني يزقني ناحيه ان انا اعمل جيناتيك تيستينج. وبرده بالمناسبه العيان ده التريتمنت بتاعه هيبقى without immuno suppression. اذا اخد امينو سبريشن هيبقى ريزيستنت امينو سبريشن على فكره، ودي من الكرايتيريا بتاعت الجينيتك تيستنج، الجينيتك اف اس جي اس. طيب السبب الرابع او النوع الرابع اللي هو اف اس جي اس اوف اندترمايند كوز، يعني ايه؟ واحنا قلنا لو عين جايب نفروتك غالبا هيبقى برايمري، طب نون نفروتك هيبقى جينيتك يا ايه؟ يا سكندري. امال ايه ده بقى؟ ده برضو نون نفروتك بس مش لاقي له سكندري كوز، ولا متوقع ان يكون ليه جينيتك كوز، ساعتها نسميها ايه؟ اف اس جي اس اندترماين كوز، والعيان ده برضو علاجه هيبقى سبورتيف ثيرابي من غير اميونو سبريسس. يبقى ده الكلينيكال كلاسيفيكيشن بالنسبه للفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروز المتاح في اخر جايد لاينز. ايه السكندري كوزز بقى اللي تعمل اف اس جي اس؟ طبعا لسته طويله ومشهوره، اشهرهم طبعا عندنا الاتش اي في بيعمل كولابسنج اف اس جي اس، البارفو فيروس، وبرضه الأدوية المشهور جدا الهيروين، مشهور جدا الليثيوم، والأنابوليك ستيرويدز طبعا الناس اللي بتروح الجيم، أو أسباب أخرى
منهم طبعا واهمهم سيستميك كونديشن، يعني كان عندي اصلا دايابيتك نيفروباثي او هايبرتنسيف نيفروسكلوز قلبت باف اس جي اس او برايمري جلوميرولر ديزيز، يعني واحد كان عنده ميمبرنس او اخره قلب بعد كده بايه، قلب بعد كده بفوكال سيجمنتال جلوميرولر سكلروس. طيب الفيجر اللي قدام حضراتكم او التيبل اللي قدام حضراتكم ده بيوضح امتى احاول اعمل جيناتيك تيست. باختصار شديد بنحاول نعمل جيناتيك تيست لو العيان زي ما قلنا قبل كده، العيان حاجتين، يا عنده سترونج فاميلي هيستوري اوف ذا ديزيز، يا عنده ريزيستنس للاميونو سبريشن، وزي ما قلنا ان هو مش متاح تقريبا في اغلب الاماكن. يبقى ده الفكر الجديد او الرؤيه الجديده للاف اس جي اس كلاسيفيكيشن وتقسيمتها الى اربع اجزاء. بالنسبه للباثولوجي انا مش هخش في شرح الباثولوجي كشرح باثولوجي بالتفصيل، لان طبعا ده متاح في كل حته اونلاين، ولكن انا هخش في شرح الباثولوجي وعلاقته بالكلينيكال اوتكم والكلينيكال كورس. يعني مبدئيا دي النورمال جلوميريوس، ده شكل النورمال جلوميريوس. اول نوع من انواع الفوكال سيجمنتال جلوميريوس كروز عندنا هو ما يسمى ب بيري هايلر فوكال سيجمنتال جلوميريوس كروز. تلاقي السكليروزز موجود عند الهايلر، عند مكان دخول وخروج الارتريول، بنسميه بيري هايلر اهو، بيري هايلر. العيان ده بنسبه كبيره جدا 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 عنده سكندري كوز، سكندري اف اس جي اس، تجد هايبر فلتريشن او وات ايفر يعني. وطبعا انا نسيت اكد في اسباب الاف اس جي اس الاوبيزيتي، عيانين كتير جدا وده غالبا هتلاقيه جاي ببري هايلر برضه. بيري هايلر العيانين دول اما بيخسوا الفوكال سيجمنت جلوميرولوسكلروز بتاعهم بيتحسن خالص، البروتينوريا بتتحسن خالص. النوع الثاني اللي هو تيب ليجن اف اس جي اس، تيب ليجن، تيب ليجن هنا، تيب ليجن هنا، يعني ايه تيب ليجن؟ فين التيب؟ احنا قلنا الهايلم المكان اللي داخل منه الارتري وطالع منه الارتريول داخل وطالع الافرنت والافرنت. التيب هو مكان خروج البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول من الجلوميرولوس او من بومنس سبيس، دي بنسميها تيب ليجن. طيب ليه هتفرق معايا ايه؟ غالبا الحالات التيب ليجن بيبقوا احسن حاجه في الاف اس جي اس استجابه للاستيرويد والبروجنوز بتاعهم احسن، وستيرويد ريسبونسيف ويز بيتر بروجنوز. النوع الثالث هو كولابسنج جلوميرولس، تبقى كولابسد خالص، ده طبعا نوع بيبقى غالبا سكندري اتش اي في او دراج زي الباميدرينيت، وطبعا ده البروجنوز بتاعه بيبقى سيء للغايه. الجزء اللي بعد كده السيلولر، الاف اس جي اس سيلولر غالبا بتنديكيت ايرلي ديزيز، غالبا بتنديكيت ايرلي ديزيز. واخيرا عندنا الفوكال سيجمنتال جلوميرولس كروز نوت اذروايز سبيسيفايد، ده لما الراجل بتاع الباثولوجي يبص او دكتور الباثولوجي يبص ما يلاقيش ولا نوع من الانواع اللي قلناها قبل كده موجود، ما فيش شكل معين للسكليروز الثابت في الجلوميرولس، يسميه نص اللي هو نوت اذروايز سبيسيفايد. وده الابروتش اللي بيمشوا بيه الجماعه بتوع الباثولوجي، بيكسكلود الاول ان هو كولابسنج، كولابسنج خلاص مش كولابسنج، طب هل في تيب ليجن؟ مفيش تيب ليجن، يبقى هل هو سيلولار؟ مفيش، هل هو الى اخره، الى ما خالص يستبعد كل الاشكال فيبقى له في الاخر النص. وده تجميع الكلام اللي احنا قلناه، النص ده بنسميه البروتوتايب او الموست كومن تايب، البيري هايلر غالبا سكندري، التيب فارينت غالبا بيتر بروجنوز واحسن ريسبونس للاستيرويد، الكولابسنج غالبا سكندري اتش اي في باميدرينيت والاسباب الاخرى بور بروجنوزز، والسيلولار غالبا بيبقى ايرلي ستيج ليجن. طيب في الاميونو هيست كيمستري هنلاقي ايه؟ بنلاقي ديبوزيتس اي جي ام وسي 3، وهم بصراحه هم حاجه نون سبيسيفيك، هو الاي جي ام والسي 3 ترابد في السكليروزز، يعني هم ماشيين كده بقوا ترابد. وطبعا في الالكترون مايكروسكوبي هنلاقي طبعا الايه؟ الفود بروسيس افيسمنت اند بودوسايد ديجنريشن. نيجي نتكلم على المانجمنت. هنا برضو الديفينيشنز بتاعت الريميشن والريلابس انا كنت قلتهم بالتفصيل في محاضره المينيمال تشينج، مش هعيدهم تاني، ولكن هقول ايه الزياده اللي موجود هنا عن المحاضره بتاعت المينيمال تشينج. الزياده هنا ان هم حاطين ديفينيشن للسي ان اي ريزيستنس، يعني احنا هندي العيان سايكلوسبورين تمام، امتى اقول ان العيان او تاكرولمس، امتى اقول العيان عنده ريزيستنت للسايكلوسبورين ومفروض اغيره؟
احنا لو نفتكر في الاستيرويدز بنكومنت ان العيان ريزيستنت لو اخذ الاستيرويدز اب تو 16 اسبوع ولم يستجيب، اب تو 16 اسبوع ولم يستجيب، ده في الاستيرويدز. طيب هنا السي ان اي لازم العيان ياخد دواء اب تو ايه 4 ل 6 شهور. ما ينفعش اقول العيان ريزيستنت للسايكلوفوسفايد او التاكروليماس يكون وصلوا للتارجت ليفل، يعني مش 4 6 شهور وخلاص، يكون وصلوا للتراف ليفل اللي احنا عايزينه من 4 الى 6 شهور عشان اقول ان هو ريزيستنت. طيب امتى اقول عليه سي ان اس سي ان اي ديبندنت؟ ان انا اولا بشرط اكون متاكد انه مش ريزيستنت، يعني عديت فتره الاربع ست شهور، العيان دخل في ريميشن ها وسحبت الدواء، راح العيان حصل له ريلابس خلال اسبوعين من ان انا وقفت الدواء، بس بشرط ان انا اكون اديت الدواء على الاقل 12 شهر. ودي قاعده عامه في كالسينيورين انهبيتورز السي ان ايز، ان هم لازم يكملهم اتليست من سنه لسنتين لان الريلابس فيهم عالي، خصوصا لو تاخدوا اقل من سنه. يعني الارقام المهمه في السي ان اي 6 شهور وسنه، ما احكمش ان هو حصل له انهبيشن سوري حصل له ريزيستنت الا ما يكون اتاخد على الاقل شهر. وما ينفعش اوقف علاج الكالسينيورين قبل سنه الى سنتين. والديبندنت احكم عليه انا عديت خلاص السنه او السنتين والعين دخل في ريميشن وقفت الكالسينيورين، خلال اسبوعين رجع تاني حصل ريلابس، يبقى ساعتها هسميه سي ان اي ديبندنت. جميل. هدي العيان ايه بقى؟ ده الكلام اللي قلناه واحنا بنقول الكلاسيفيكيشن. هو العيان بتاعي العلاج هيبقى يا امينو سبريشن يا جنرال سبورتيف تريتمنت. لو في نيفروتيك سندروم اللي هو عباره هنا عن تو كرايتيريا، البروتين اقل من 3.5 في البول او الالبومين اقل من 3 جرام في الدم with or without ايديما، يعني الايديما هنا ما هياش شرط لتشخيص النيفروتيك سندروم في الاف اس جي اس، ومعاه ديفيوز فود بروسيس افيسمنت، معاه افيسمنت قوي اكتر من ديفيوز، يعني هيبقى تقريبا اكتر من 50%. العيان ده غالبا برايمري اف اس جي اس، واديله ايه؟ امينو سبريشن. طب اذا لم يستجيب للامينو سبريشن يبقى غالبا العيان ده جيناتيك. احنا قلنا غالبا جيناتيك بتوقعه في حالتين، واحد جاي معاه سترونج فاميلي هيستوري او ريزيستنت ل الامينو سبريشن، ساعتها هحاول ادور على جيناتيك كوز. اللي هو بالتبعيه انا بعد ما اشخصه بالجيناتيك كوز انا استفدت ايه على الناحيه الكلينيكال؟ ما استفدتش حاجه، لكن على الناحيه البحثيه استفدت ان انا خلاص طلعت الجين بتاعه والمفروض يدخل في ستادي. انما على الناحيه البحثيه على الناحيه الكلينيكيه وكل الفكره ان هو بما اني عرفت انه جيناتيك هوقف، يعني مش مستفدتش حاجه عشان بس الكلمه مش دقيقه قوي اللي بقولها. اول الفكره كلها ان انا لو شخصت انه جيناتيك وعرفت ان عنده جيناتيك كوز هوقف الامينو سبريشن، لان جيناتيك بيتعالج بس بايه؟ بيتعالج بس بال السبورتيف ثيرابي. العيان ما عندوش نيفروتيك سندروم، يعني العيان البروتين في البول اقل من 3.5 او السيروم البومين اقل من 3 او مع بعض مجمعين، يعني معهوش النيفروتيك سندروم على بعض. العيان ده غالبا هيبقى يدور على سكند ريكوز، فقال لي العيان يدور على سكند ريكوز. ولو في حاجه تزقك ناحيه الجينيتك تيستنج اعمل، يعني لو هو عنده فاميلي هيستوري لاخره، ودي سبورتيف تريتمنت عادي خالص، تديش اميون سبريشن وتابع العيان. اتابع العيان ليه؟ ان العيان مع الوقت ممكن يقلب بنيفروتيك سندروم وساعتها اعتبره برايمري. العيان ممكن يقلب بنيفروتيك سندروم، يبقى هو مثلا كان جاي لي في كورس اوف ذا ديزيز ايرلي، مثلا ما كانش لسه حصل فول ليجن وما كانش لسه حصل فول باثولوجي مثلا. يعني ف النيفروتيك سندروم لو ظهر وانت بتدي سبورتيف تريتمنت يبقى تتوقع او تبتدي تعامل العيان ده على اساس ان هو برايمري اف اس جي اس وتديله اميونو سبريسرز. بندي ايه اول حاجه في العلاج؟ اول حاجه بدي جلوكوكورتيكويدز، الدوز بتاعته زيه زي المينيمال تشينج بالظبط. بدي 1 مللي جرام بير كيلو جرام بير داي ماكسيمم 80 مللي جرام، او 2 مللي جرام بير كيلو جرام افري اذر داي ماكسيمم 120 مللي جرام. الاستيرويد زي ما قلنا بندي اقل حاجه 4 اسابيع واعلى حاجه 16 اسبوع. وفي تريك هنا قايلينها تريك كلينيكال، ان غالبا العيان اللي هيستجيب للاستيرويدز غالبا 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 هيدي شويه ريسبونس
تمام في خلال او امبروفمنت يعني في البروتينوريا خلال 4 إلى 8 أسابيع غالبا هيبقى كده. طيب وبعد كده التابرينج ان احنا نبتدي نسحب الكورتيزون واحده واحده. عندنا بروتوكولات متعدده لسحب الكورتيزون وهنا كاتبين هما بروتوكول كويس قوي حضراتكم ممكن تقروه باستفاضه. طيب افرض العيان عنده كونترا انديكيشن للكورتيزول، يبقى انا مش هنفع ابتدي كورتيزول، هبتدي ايه؟ هبتدي كالسينيورين انهبيتور. السايكلوسبورين بجرعته المعهوده من 3 ل 5 ملي جرام بير كيلوجرام بير داي ان تو ديفايدد دوزز، والتاكرولمس من 0.05 ل 0.1 ملي جرام بير كيلوجرام بير داي ان تو ديفايدد دوزز. التراف ليفل هنا يختلف شويه عن التراف ليفل اللي احنا عايزينه في حالات المينيمال تشينج. يعني عندنا السايكلوسبورين التراف بتاعنا عايزينه من 100 175 والتاكرولمس عايزينه هنا من 5 ل 10. الديوريشن زي ما قلنا واكدنا ما ينفعش احكم على الكالسينيورين ان هو ريزيستنت الا لو اديته اتليست 4 إلى 6 شهور. الديوريشن زي ما قلنا الدوز لازم يكملها على الاقل 12 شهر، افضل حاجه 12 شهر، في بعض الروايات الاخرى سنتين اسف قبل ما ابتدي اسحب الدواء، لان لو سحبته قبل كده غالبا بيحصل له ايه؟ غالبا بيحصل له ريلابس. طيب افرض انا اديت العيان عالجته من البرايمري اف اس جي اس وحصل له ريلابس، هعالجه ازاي؟ ولا حاجه، هعالجه زي المينيمال تشينج. يعني ايه برضه زي المينيمال تشينج؟ يعني هعالجه بنفس العلاج اللي هو استجاب لي في الاول. لو كان امينو سبريشن ستيرويدز كلوكورتيكويدز واستجاب يبقى خلاص هعيده تاني، لو كالسينيرين هعيده تاني. طب لو هو مش حابب ياخد الستيرويدز او حصل مشكله من الستيرويدز هديله كالسينيرين. يعني هي نفس اللاينز اللي انا ابتديت بيها الايه الانيشال تري. افرض انا ابتديت بستيرويد والعيان بقى ريزيستنت، هديله ايه؟ هي هديله كالسينيرين. هو اللعبه كلها بين ستيرويدز وكالسينيرين بنفس الكرايتيريا ونفس الدوز اللي انا ابتديت بيها. يبقى في الاول خالص عيان جاي عايز ينفع ستيرويد ادي ستيرويد، ما ينفعش ادي كالسينيرين. طب اديت ستيرويدز وحصل ريزيستنت هديله ايه؟ هديله كالسينيرين. طيب النقطة بقى الجديدة، طب افرض هو ريزيستنت للكالسينيورين هديله ايه؟ هنا للأسف الإيفيدنس والكواليتي بتاعته ضعيفة جدا 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 جدا، ومفيش حاجة بتوصي بحاجة معينة ينفع نستخدمها بعد الكالسينيورين، ويفضل إن أنت تودي العيان ده لإحدى مراكز الأبحاث الخاصة بالفوكال سيجمنتال جلوميريوسكليروسيس. وزي ما هوري حضراتكم دلوقتي إن هو بيقول ممكن تجرب الـ MMF معاه هاي دوز دكسامتازون، تجرب روتوكسيماب، تجرب الاي سي تي اتش، ولكن كل ده اوف لو كواليتي ايفيدنس. يبقى تاني لو العيان لم يستجيب او مش هينفع اديله جروب كورتيكود ولم يستجيب او مش هينفع اديله كالسينيورين، العيانين دول لازم يروحوا لسبيشالايزد سنتر عشان يجربوا معاهم بقى الترنتيف تريتمنت او يدخلوهم في كلينيكال ترايل. ايه اللي يخلي العيان البروجريشن بتاعه يبقى وحش؟ يعني ايه الكرايتيريا اللي تخليني اتوقع ان العيان ده هي بروجريسد وهيوصل لاند ستيج رينال ديزيز بسبب الاف اس جي اس؟ نمره واحد سيفيريتي اوف بروتينوريا، كل ما زاد مستوى البروتينوريا ات برزنتيشن كل ما البروجنوز كان اوحش طبعا، ونفس الكلام بالنسبه للسيروم كرياتينين. البلاك ريس، الهيستوباثولوجيك فيتشرز ات بايوبسي قلنا الكولابسنج البروجنوز بتاعه وحش جدا. تيوبولو انترستيشال فايبروزز ده البروجنوز بتاعه وحش جدا في اي باثولوجي، اي باثولوجي عندنا ايا كان بنتكلم على ايه الفوكال سيجمنتال او غيره، ولقينا تيوبولو انترستيشال فايبروزز ده طبعا ماركر ان احنا او علامه ان احنا هيحصل بروجنوز او البروجنوز هيبقى سيء. واخيرا ان العيان فيلد تو اتشيف بارتشال اور كومبليت ريميشن. بتنتهي المحاضره هنا، بشكر حضراتكم جدا والى لقاء في محاضره اخرى باذن الله.